شتي، الا ما درتيش الوصفه ديال اليوم، هذا المحلول اللي غادي نعطيك اليوم، الا ما درتيه صافي بلا ما تبقاي ديري حتى شي حاجه لوجهك، غير جلسي للارض. احسن احسن ما كاين في المحلول اللي غادي نعطيك الوجه ديالك لتحفيز الكولاجين، باش الوجه ديالك يبقى مشدود وواقف. خليك معايا حتى الاخر باش تشوفي النصائح وتشوفي شنو غادي نقول لك، شنو كيفاش ديري والمراحل كلها، ما تنقصي حتى شي حاجه. خليك معايا. السلام عليكم بنات، كديرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وعلى خير. سيدتي الجميله، اليوم جيتك بواحد المحلول. ما هو ماسك؟ ما هو مقشر؟ هو محلول لتحفيز الكولاجين اللي عندي في البشره ديالي، وكذلك ازاله يعني كاع التشوهات اللي تيكونوا عندي في البشره ديالي، يعني كيجدد لي الخلايا اللي كتكون عندي في البشره. وجهي تيكون واكل العصا مع الشمس، مع يعني هاد البيئه، مع هاد الشيء هذا ديال المشاكل وصداع الراس، راه ضروري ضروري البشره ديالتي كتاكل الشحط. سيدتي، هاد المحلول هذا غادي ينجيك من هاد الشيء كامل، غادي يهنيك من هاد المشاكل كلها، اللي هو جد سهل انك تصنعيه في البيت ديالك، في المطبخ ديالك، وفي متناول اي سيده انها تصنع هذا المحلول هذا، اللي هو يقدر يتباع باثمنه اللي هي غاليه الثمن، وهي موجود عندك في البيت ديالك بمكونات جد جد بسيطه. ملي كتبداي تديريه للوجه ديالك، كيبدا الحيويه ترجع للوجه ديالك، الكولاجين اللي هو ماتلك وعيالك في الوجه ديالك كيبدا يحيا. ملي كنوصلوا حنا لواحد السن ديال 30 سنه، كيبدا الوجه كيهبط، كيبدا الكولاجين كيقلال في الجسم ديالنا. حنا خاصنا داك الكولاجين تهلاو فيه بالتغذيه، بالمشروبات ديال الجمال، مكملات الغذائيه، بشرب الماء بكثره. هادشي كله كيحفز ليا الكولاجين ديال الذات ديالي، يعني راه ماشي غير الوجه ديالي، الذات ديالي كلها خاصني نتهلا فيها، وخصوصا بشرب كثره الماء ومشروبات الجمال. هاد المحلول هذا سيدتي غادي ديريه للوجه ديالك وغادي تشوفي النتيجه بنفسك، يعني راه ماشي غير الماسكات راه اللي عندهم فعاليه، لا سيدتي، حتى هاد المحلول هذا ممكن قلت لك تشريه بتاثمنه غاليه، وانتيا عندك في المطبخ ديالك اللي هو في المتناول، ما كيسوى والو في المطبخ، بمكونات جد بسيطه غادي ديري واحد المحلول اللي هو غالي الثمن. غتبدي ترشيه للوجه ديالك ثلاثة المرات في اليوم، هذا ثلاثة المرات في اليوم غترشيه على الوجه ديالك، اولا ديريه في قطن وتمسحي به الوجه ديالك، اللي غادي يحفز لك الكولاجين، كيحييه لك من جديد. يعني الكولاجين ديالك داك كيبداو بحال الساريه ديال الدار، ملي كنهزو الدار كيفاش كنبنيوها، ضروري من اعمده ساريه حديد باش كتبقى الدار شاده. هكذاك الوجه ديالي، داك الكولاجين هو اللي كيبقى شاد ليا الوجه ديالي مجبد وواقف. يعني خاصني ضروري ندير وصفات لتحفيز الكولاجين. هاد الوصفه هادي غادي تهنيك من جميع الوصفات اللي هما كيكونوا عندهم مكونات اللي شويه بالثمن، اولا هادي جبتك انا واحد الوصفه اللي هي جد سهله، وغادي تهلاي في راسك وتهلاي في الكولاجين ديال الوجه ديالك، وجهك دائما غادي يبقى واقف، يعني عطي الجماليه ديالو، وحتى الا وجهك مشى منه الكولاجين غادي يحيا من جديد، ضروري غادي تدور ديك الدوره الدمويه وغادي يحيا من جديد، وغادي تكون عندك واحد غتشوفي وجهك في المرايه غادي يعجبك الحال، غيعجبك الحال، وما غتبقاش عكزي على وجهك. سيدتي، اول حاجه كنقول لكم حيدوا العكز، حيدوا العكز، حيدوا العكز، راه ما وخصوصا في هذا البرد، وقت البرد تيكون العكز ولكن لا، وقت البرد خاصنا نتهلاو في الوجه ديالنا مزيان، لانه كنهملوه وكياكل الشحط، كياكل الدق، علاش؟ بالجو كيأثر لينا على الوجه ديالنا، بداك كيجي البرد، كيجي الشرقي، كتجي الشمس بعض المرات كتجي، ولكن كتكون غير صحيه، الوجه ديالي كياكل الشحط، خصني نتهلا فيه. الوصفه سيدتي كتكون ليا من ثلاثه ديال المكونات اللي هما جد فعالين اصلا في للتجاعيد،
وإزالة البشرة الميتة اللي كتكون عندي في الوجه ديالي، كتكون واحد رقيقة، واحد الطبقة رقيقة كيكون عندها لون بني او لا اسود او لا واحد اللون كيكون موسخ. بيني وبينكم تيكون موسخ. هذه الوصفة هذه كتحيدوا ليا كامل، وكتحيد طبايع ديال حب الشباب سيداتي، كتحيد الكلف سيداتي. الوصفة غير جربيها، هذه الوصفة هذه انا عطيتها لكم لتحفيز الكولاجين، ولكن راه عندها فوائد اخرى اللي هي رائعة للبشرة سيداتي. كتكون ليا من جزرة، ناخذ جزرة، غادي ناخذ حامضة، حامضة ليمونة حامضة وجزرة. غادي نقشر الجزرة، نقشرها غير نقطعها اطراف اطراف رقيقة. هاد السيترون اللي هي حامضة غادي نقطعها على اربعة اطراف صغار، غنقطعها اطراف صغار بكلشي، لا بالقشرة ديالها بكلشي. غنوضعهم بجوج في اناء فيه ماء، وغنوضعها فوق البوطه. يعني عندي جزره وحامضه غادي ندير فيها كاس كبير ديال الماء، يعني تقريبا نصف لتر ماء، نصف لتر ماء. وغنخليها تغلى، تغلى مزيان، وغنطفي عليها النار، خليها حتى تبرد، يعني ماشي كاع بارده، دافيه شي شويه. وغادي نزيد عليها جوج معالق ديال العسل، جوج معالق ديال عسل النحل. غادي نحركها مزيان وخليها حتى تبرد. غنوضعها في الثلاجه، غنبقى كل ثلاثه د المرات في النهار غادي نبقى نرشها على الوجه ديالي. قلت لكم هي جد سهله، سهله في متناول اي سيده. ممكن سيدتي ديريها وردي عليا الخبر، لانها جد رائعه. غير بهاد المكونات هادو ممكن تحفزي الكولاجين اللي عندك في الوجه ديالك، ممكن تهلاي في راسك، ممكن بحال الوجه ديالك غادي يولي بحال دايره عمليه ديال التجميل. يعني ما غاديش الناس بزاف غادي يقولوا لك شنو درتي للوجه ديالك، شنو باش غيرتي البشره ديالك. سيدتي كلشي في المتناول، كلشي بين يديك، غير الا ما بغيتيش، غير العجز نوضي حيديه. قلت لك غتاخدي جزره غتقشريها غتقطعيها، غادي تاخدي حامضه بالقشور ديالها تكون مغسوله مزيان اللي هي بالقشور ديالها، غتوضعيهم في اناء في لتر ديال الماء، وغتغليهم مزيان حتى يطلقوا المكونات. اللون ديال داك الماء كيتغير، كيتغير اللون ديالو، كيولي يا اما اصفر يا اما في لون الجزر. كيولي ملي كتزيدي العسل كيتقال شويه، حتى تيبرد طبعا، قلت لك غير يدفى ديك الدفئه باش العسل يذوب ليا بسرعه. كندوب فيه جوج معالق ديال العسل وكنوضعو في اناء ونخليه في الثلاجه، يا اما اناء فيه بخاخ باش نبقى نرش الوجه ديالي، يا اما شي قرعه زجاجيه تكون نظيفه ومعقمه ونبقى نديرها في قطن ونمسح به الوجه ديالي، اولا نديرها في القطن الدائري ونحطو على الوجه ديالي ونخليه مده، يعني شحال ما خليتيه نصف ساعه، ومن بعد غسلي الوجه ديالك باش ما يبقاش يتلصق لك سيدتي. وطبعا في الليل ديري وجهك، تدهني وجهك باي كريم مرطب عندك او لا بزيت الزيتون بدون ملح اللي هو جد رائع. سيدتي الجميله ما تنسيش تشجعيني وما تنسيش تجربي هادشي اللي كنعطيك، راه عنده فعاليه كبيره. جربي عاد حطي تعليق وجربي عاد عطيني الراي ديالك سيدتي، ومرحبا بك عندي في الانستغرام، توريني الوجه ديالك ونتبع معاك ونعطيك وصفات اللي غادي تجيلك مع الوجه ديالك، مع بحال المتتبعات اللي داخلين عندي راهما كيشوفوني دابا كنقولها، واش كنجاوبهم ولا ما كنجاوبهمش، واش كنعطيهم وصفات ولا ما كنعطيهمش. والحمد لله لقاو واحد النتيجه اللي هي جد رائعه. السلام عليكم سيدتي.